فتحي محسود؟ فتحي فتحي أول يوم ظهر على شاشة التلفزيون جاله دور برد رقده في السرير مثلاً أسبوع. دي شخصيتك في مسلسل العهد. بالظبط. إيه اللي حصل لك؟ قالوا لي عييتي. يوم 11 رمضان مع بداية ظهور فتحي في الحلقة، أنا اليوم ده من أوله عمال يجرالي حاجات غريبة الشكل. عندي سخونية رهيبة بدور برد رهيب، لدرجة إن كان عندي تصوير يوم 13 رمضان. أستاذ خالد مرعي لما شاف شكلي أنا وشي كان ضرب حساسية حمراء ووارم، يعني حتت ورمة وحتت ناس داخلة لجوه، كان شكل غريب أول مرة يجرالي كده في دور برد. أستاذ خالد قال لي امشي روحي أنا مش عايزة. إن الناس ممكن تكون حاسداكي على إيه؟ على موضوع الخطوبة كانت وقتها، ولا إن أنت فايتة كم مسلسل، ولا إيه اللي والله يا أروى إيه؟ بصي أنا عمري ما بآمن كنت بالحسد، بس غريبة قوي إن يعني أكتر دور بحبه في أكتر مسلسل كان الدور ده مش جاي لي أساساً، والدور ده لو حكيت لك على تفاصيله تنبهري، يعني الدور ده مبدئياً كان ضيفة شرف أصلاً. أنا اتفقت مع أستاذ طارق جنايني إن أنا هشتغل في المسلسل، أنا بحب محمد أمين راضي ومدينة خالد مرعي بفضل كبير قوي عليا. طارق جنايني وأحمد جنايني أصدقائي جدا بره الشغل، بس جوه الشغل إحنا بنشتغل بس ما بنعملش حاجة تاني. لما عرفت بالعهد وقال لي طارق أنا عندي دور صغير بس يعني مش عارف هترضي تعمليه ولا لأ، قلت له أنا ما بيهمنيش دايما مساحة الدور، أنا يهمني هعمل إيه تأثيره. هعمل إيه؟ قال لي الدور إحنا كنا أصلا عاملين ضيفة شرف، كنا هنجيب فيه وجه جديد. يعني تعمل دور صغير وخلاص. قلت له الدور مش بصغره أو مش بعدد مشاهده، في حاجة اسمها ممثل كبير وفي حاجة اسمها ممثل صغير، ده أنا اتعلمته من وفاء. يعني أختي دايما تقول لي كده، مش بالدور الكبير والصغير. فوافقت أن أنا أعمل الدور. بعد ما وافقت اكتشفت أن محمد أمين راضي ابتدى يتخيلني في الدور، ابتدى يكتب، فابتدى الدور يتوسع يكبر. ففجأة بعد ما كانوا هيبقوا 10 أيام تصوير، فجأة أنا بصور تقريبا على مدار طول المسلسل. فتنشيتي عين بقى. فده اكتر دور فعلا ما كانش جاي لي، واكتر دور كانت الناس مستنيه فتحي 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 مين فتحي مين فتحي، والناس تسال هي ايتن هتظهر امتى، وكميه تويتس غريبه على تويتر فتحي هيجي امتى فتحي هيجي امتى. فجاه فتحي ظهر، انا اتكومت في البيت. اتكومتي في البيت.